بحكم انه كاين ضرر عند الناس بزاف السكان فيما يتعلق بالملك العمومي. كتلقى ساكن في واحد الحي سكني ماشي بلاصه ديال البيع والشراء، ماشي بلاصه ديال التجاره، وكي نهار بعد نهار حتى كتلقى انه داك الحي ولا سويقه. ولا سويقه حي ولا سويقه بزاف الناس كان البارح باغي باغ اكزومبل كنت باغي ستاسيوني ما عقلتش فين كان غنقضي غرض، وواحد السيد داير محل بون داير محل شاري كراج اوكي، ولكن التروتوار اللي قدامه وحتى البلاصه اللي البلاصه فين ستاسيوني لي فواتور داير فيها حط فيها داك الشيء السلعه ديالو، ماشي السلعه باش اكسبوزي السلعه، لا حطها باش متحد ما يستاسوني تما. شو ديزوني هذا ميك عمومي انت راه في الشارع ميك كل واحد غادي يجي ستاسيون غير ستاسيوني، انا عندي الحق انني نوقف ونقول له الله يخليك حيد هذا الشيء زول هذا الشيء باش انا توحلي مع ستاسيوني، ولكن غنصدر صداع كبير وهذا شكون انتي وكذا على هما ما كيشوفوا درتك حبيبتي درتك عيوني علاش ما تدوي علاش تصوني. لا حنا ما كنهضروش على الاغنيه ديال الدوجه، حنا كنهضروا على الموضوع ديال الملك العمومي. علاش غدري وعلاش تصوني؟ العطار الله يهديك. مولود الهباش يقبل قال بعض القهاوي وبعض اصحاب المحلات التجاريه احتلوا الرصيف حتى الشارع منوع عليك تبلاصي فيه، مدينه القيبن صالح والشارع السير والجولان ماشي للاحتلال، هذا مثلا على المستوى الملك العمومي. زيد محمد قال شكرا ثلاثي الرائع الاعلامي هشام، عدنا في حي اناسي ما كاين لا حاسب ولا رقيب، تجار المواد الغذائيه على الاقل وكل واحد اكثر من 40 بوطه كازا تحت العماره، 40 بوطه ديال الغاز تحت العماره. وهنايا انا كنعرف بانه في الوقايه كيكون واحد لاكاج البوطات خصو يكون بعيد، وحتى مثلا شي واحد كيكون كيوزع البوطات كيختار واحد المستودع او واحد الكراج كيكون بعيد على المدينه اصلا، كيكون خارج المدينه غالخاوي وخصو يكون بعيد. مثلا انا هذه تجربه الشاون كنعرف واحد اللي كان كيوزع البوطات مثلا، كنعرف بانه كان عنده واحد المستودع بعيد على الشاون وبعيد على الـ على الـ على الـ فين ساكنين الناس ولا فين كاين الكثافه السكانيه.